السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي، اليوم حابة أعمل واقي الشمس بناء على طلب إحدى الخوات إلها. والله يعني مسكينة من أيام الصيف وهي تطلبه مني وأنا ما أسوي، لأن من كثر الطلبات اللي كانت عندي، وأنا آسفة كثير أختي، بس حبيت ألبي لك إياها لأنك رجعتي طلبتي من عندي بهالفترة، وأنا حكيت لك الجو وهي. بس هو الواقي الشمس عادة يستعمل حتى وفي فصل الشتاء، لأنه هو يبيض البشرة ويوحد لون البشرة ويحميها، يعني يعطيها رطوبة كتير حلوة. طيب، من الزيوت اللي تقدروا حبيباتي تستعملوها بالواقي الشمس، راح أعطيكم عدد كمية من الزيوت تقدروا تستعملوها، يعني أنتوا تسوون واقي شمس من عندها إذا حابين، أو تعرفوا أي نوع أنتوا تسووه واقي شمس. بس حاعطيكم أنواع الزيوت اللي تقدروا تحطوها بالواقي الشمس، مثل زيت جوز الهند، زيت الجزر. زيت الجزر كتير كويس وكتير مليح، وهاي الزيوت اللي اعطيكم اياها كتير كويسة، بس ما تنحط لحالها، يعني اذا انحطت لحالها راح تسمر، يعني تنقلب ايش نقول ضدكم. لازم تنحط ويا المواد اللي راح احكي لكم اياها. بس انا ليش بعطيكم هاي الزيوت بحالة، مثلا انا بحكي لكم هسه على واقي شمس وفي زيوت انا راح اذكرها ما موجودة، تقدروا تبدلوها بهاي الزيوت، يعني اتمنى انكم تكتبوها عندكم. زيت جوز الهند، زيت الجزر، زيت بذور التوت كتير منيحة تجنن طبعا على الوجه، زيت الافوكادو هو يعني رأس القمة بالش اسمه بالذات بالتبعات الواقي الشمس، زيت الصويا كتير منيح وكتير كويس كمان، زبدة الشيا ضروري ولازم، شمع العسل كتير منيح زين، كمان زيت السمسم زين، وزيت فول السوداني، وزيت فول الصويا كمان حكيت لكم عنه، وزيت القمح. دني زيوت كتير كويسة اللي بدها تسوي واقي للشمس. طيب حبيباتي، كمان حبيباتي تقدروا هسه راح اعطيكم طريقة عمل الواقي الشمس. يا ريت حبيباتي تكتبوا، تمسكوا ورقة وقلم عشان تقدروا تكتبوا أنا، وأنا يعني بحكي. ملعقتين زبدة الشيا، ملعقتين أكل جامدة كبار يعني مو سائلة، طيب جامد، ملعقتين سمسم كبار، ملعقتين جوز الهند طيب، وملعقتين الأفوكادو. من كل اشي ملعقتين ملعقتين تحطوا، ملعقة او ملعقتين زي ما بدكم، جل الالوفيرا زي ما بدكم، ملعقة او ملعقتين ما رح يأثر. طيب، واثنين حبات فيتامين اي، فيتامين اي كتير كويس وكتير كويس منيح بهذه الوصفة حبيباتي. كل هاي الزيوت تمسكوها مع بعض وتحطوها بحمام مائي ما عدا فيتامين اي، كل هاي الزيوت تنحط مع بعض وتنخلط لحد ما تصير سائل. بعد ما تصير سائل حبيباتي شو بتسوون؟ بتطلعوها من النار وتجيبون تجيبون ملعقتين بودرة جونسون الأطفال، ملعقتين كبار، وتخلطوها مع الزيوت ومع الفيتامين الاي الاثنين الحبتين، مع جل الالوفيرا. جل الالوفيرا ما تحطوه ويا الزيوت بحمام مائي، لا، جل الالوفيرا تخلطوه بالخلاط منيح، يعني تسيحوه تسووه مثل المي وتسيبوه على جهة، تسوون الزيوت كلها مع بعض، بعديها تطلعون الزيوت، تجيبون جل الالوفيرا تديروه فوق الزيوت، وبعدين فيتامين اي، وبعدين البودرة شوية شوية تحطوها ملعقتين بودرة وتخلطوها بالخلاط اليدوي او بالايد عشان يتماسكوا كلهم مع بعض، وتحطوهن بعلبة قزاز، لازم علبة قزاز، والعلبة القزاز تكون لونها بني، لازم بني حبيباتي، حتى لو انحطت بالثلاجة لازم لونها بني، وهي ضروري وحتما تنحط بالثلاجة. وبحالة طلعتوا برا رايحين على البحر، رايحين على مسبح، رايحين على شيء، تقدرون تاخذوا لانه هو كلها زيوت وما راح تتأثر وما عليها شيء. زين، قديش يبقى عندكم هاي الزيوت؟ تقريبا 4-5 أشهر، ما راح تخرب عندكم نهائيا. تقدري حبيباتي هذا الواقي الشمس يتحمل، يعني اذا مثلا رايحة بس مشوار، رايحة الدوام، رايحة مثلا تزوري حدا، طالعة بالسيارة
مشوار ساعه تقدرين هذا الواقي الشمس كتير كويس تخليه على وجهك. بحاله اكثر من ساعه وتعرضتي الى شمس كلش قويه وعلى البحر او على بالمسبح لازم يعني تسوين كل ساعة تعيدين الواقي الشمس، كل ساعة تخلين واقي الشمس. هذا الواقي الشمس تقدرين تحطيه للكبار للصغار للرضع الزوجك إلك، كتير طبيعي وكتير كويس. طيب حبيباتي، انتي بدك نقول بدك تطلع هسه، هاي خلصنا الواقي وراح نعطيكم شغلة كتير حلوة وكتير منيحة وانا شخصيا بعملها. نقول مثلا اليوم الشمس كلش قوية واني بدي اطلع، الواقي الشمس تبعتي محطوط بالشنطة اخدته معايا، شو بسوي قبل ما اطلع؟ تاخذون حبيباتي ملعقة اكل طحين عادي او طحين الشوفان او طحين الرز زي ما بدكم، هذا ماسك تاني من عدل واقي الشمس. واقي الشمس هسه اعطيتكم اياه وان شاء الله يكون واضح وتقدرون تسووه. طيب ماسك قبل ما تطلعون شو بتعملوا؟ بدك يعني نقول تسوين ماسك بوجهك عشان يحمي بشرتك من الشمس. ملعقه كبيره من الطحين، ملعقه كبيره من الطحين، طحين الرز او طحين الشوفان او طحين الخبز. طيب ملعقه صغيره من الكركم، ملعقه صغيره من الكركم زين، قليل من الليمون، قليل بضع قطرات يعني ملعقه وسط بضع قطرات، وحليب عادي، حليب عادي اللي ما عنده حليب تقدر تحط شو بتحط؟ تحط اللبن. طيب زي ما بدكم، الحليب او اللبن بيكون حسب قوام العجينه يصير اللون يعني شكل العجينه مثل الكريميه، وبضع القطرات يعني نقطتين او ثلاثه من الروزماري. زين زيت الروزماري كتير كويس، زين كتير منيح للبشرة بالأخص بفترة الصيف والشمس كلش قوية، زيت الروزماري كتير منيح حبيباتي. تخلون هذا الماسك تقريبا 20 دقيقة 25 دقيقة نصف ساعة مو مشكلة، تغسلين وجهك زين وتقدرين تحطين الواقي الشمس وتطلعي زي ما بدك. طيب هذا اذا حبيتوا تعملوه بعد ما رجعتي وانضربتي بشمس كلش قويه وبدك كمان تحافظي على بشرتك، غسلتي بشرتك وتقدري كمان شو بتعملي؟ تخلين حليب او لبن، حليب او لبن مع طحين طيب وهيك الحالة، وتخليه على وجهك بعد ما ترجعين، كمان كتير حلو وكتير منيح. طيب بدك تنامين، طيب خلاص يعني بدك تنامين بالليل شو بتسوين؟ هذا الكريم يعتبر كريم ليلي كتير حلو كتير منيح. زبدة الشيا تاخذين مثلا ملعقة وسط من زبدة الشيا، ملعقة وسط من شمع العسل، ملعقة وسط من جوز الهند، جوز الهند حبيباتي، وكمان ثلاث ملاعق من زيت السمسم زين. ويا ريت اللي عندها حبيباتي هذا كتير كويس، كريم تشتروه من الصيدلية، الزنك، كريم الزنك، ما بعرف شو احنا نسميه بالعراق اظن، او بالها كريم الزنك موجود بالصيدلية، موجود على شكل عصارات، كريم الزنك كتير كويس للبشرة زين. تخلطون كمان من عنده ملعقة وسط، مش كثير، ملعقة وسط، وكل هذه تخلطوها مع بعض ما عدا شمع العسل وزبدة الشيا وجوز الهند وزيت السمسم، هذا كله بحمام مائي بعد ما يذوب ويصير منيح. شو بتسوين؟ تحطين الكريم الزنك. بحالة ما عندك حبيبتي هذا الكريم تقدرين تحطين فيتامين اي كمان كتير كويس. هذا حبيباتي الواقي الشمس اليوم سويت لكم اياه، ومعليش حبيباتي اني اسفه كثير لاني ما قدرت اسوي كل شيء قدامكم، بس اتمنى يكون كل شيء واضح. واللي حابه خواتي تقدر تكتب لي، وانا على اي استفسار حابين تستفسروا عن الواقي الشمس بقدر اكتب لكم وافهمكم. بس المهم وارجع واقول لكم كل الزيوت تنحط مع بعض وتنحط بالنسبة لواقي الشمس، كل الزيوت تنحط مع بعض وينحطوا بحمام مائي بعد ما يذوبوا حبيباتي. تجيبون الجل الألوفيرا ملعقة أو ملعقتين زي ما بدكم، تكونون انتو خلطيها بالخلاط وصايرة مثل السائل، تحطوها ويا الزيوت، وكمان الفيتامين اي حبتين أو ثلاث مو مشكلة حبيباتي، وكمان البودرة كله ينخلط مع بعض، وبعديها حبيباتي ينحط بعلبة لونها غامق وتنحط
بالثلاجة حبيباتي. وأتمنى من عندكم حبيباتي أنه هذه الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم وتنال رضات أختي الكريمة اللي طلبتها من عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتمنى من عندكم حبيباتي أنكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك وتدعمونا دائما وتدعموا القناة تبعتكم. هذه قبل ما تكون قناتي صارت لكم هذه، زين خلونا نكبرها عشان نوصل إلى شان نقول مستوى كتير حلو. وإن شاء الله حبيباتي أن أكون عيد حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتمنى من عندكم اللي حابة تزورني على الفيس تتفضل، وأي استفسار عندها تقدر تكتب لي على الخاص وأكون أنا وياها متواصلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.